ما عندي ما ندير، نصلي ونبكي ونطلب الله. كيزيدوا مرضوني، كنزيد مرض على مرض. هادشي اللي كاين ولدي هو هذا. الصحة ولدي راه شي ما تاكل ما تشرب تكون عندك صحيحتك. الصحة هي كلشي، الصحة راها كنز. ما عرفتش سيدي عتا ولا فيا هذا المرض هذا. النوبات الأولى كنت مريضة غير بفقر الدم، ومريضة غير بالمرارة حيتها. شوية تمشت لي العين، مشات لي العين، ما بقيتش ما عرفتش. انا كانت عندي جلاله، مشات ملي مشيت استدعى الطبيب قال لي ماشي جلاله، عندك شي حاجه في الراس، غديري سكاليرات. درت سكالير ما بان والو، عاود قال لي ديري لي ريم. درت لي ريم، بعت اللي عندي واللي الفراشي وغطايه باش درت عير لي ريم. هي ديك صيفطتني الطبيبه الميريزكو، عطوني التحاليل، درت التحاليل، جميع التحاليل درتهم صافي. قالوا داروا معايا غادي نمشي نفتح شويه، عطوني الدوسي، قالوا لي ما غتفتحيش هنايا في ميريزك، وغتمشي للكلينيك ديال الرباط. ملي سيدي مشيت للكلينيك طلبوا لي 12 مليون، قالوا لي 12 مليون باش غديري 8 من 7 حتى 8 ديال الشيمي، وثلاثة عمليه صغيره باش تخوي تحت العين. هادشي اللي كاين ولدي، وانا ما عنديش منه حتى فرانك. عاوني كيفاش كتعيشي في المنزل ديالك؟ كيفاش كتعيشي في المنزل ديالي؟ انايا مرا مطلقه، كبرت وليداتي، قريتهم الحمد لله، واحد اللي عندي مريض الله يجعل سيدي ربي شافيه، صافي نخدم عليهم داكشي اللي قسم الله معيشاهم بيهم. اللي حتى مرت درك راه ما كاينش اللي دخل عليا حتى ربطه النعناع. الدري اللي كان تيخدم حتى هويا مره يخدم مره جالس، الدريات يلاه كيشدوا الباك جالسين ما استباش نكمل ليهم. الدنيا ما فيها لا خوش ولا فيها لا حلال، ما كاين سيدي لا ما كاين الا الله سبحانه وتعالى. كاين الا الله. العائله ديالك كاين شي واحد ساعدك؟ شحال قدهم غيساعدوني؟ ما غاديينش حتى هما يساعدوني بداك القدر كامل، ما غاديش يساعدوني بداك القدر كامل. حدهم الا جابوا لك شي نهار والله القسم الا شهرين هادي ما شفتهمش. ما عرفتش، كل واحد ومديه في راسو، كل واحد ومديه في راسو. هادشي اللي كاين هو انت قلتي يمكن العيات غادي نتقل عليهم ولا شي حاجه. هذاكشي اللي كاين، فين غنزيدهم تانايا؟ فين غنزيدهم؟ كتشوف حياتك كل نهار مهدوا بالموت، واش غندير؟ ما عندي ما ندير، نصلي ونبكي ونطلب الله. هادشي اللي كاين ولدي هو هذا. الوليدات ديالك شنو تقول على الحاله اللي انت فيها؟ واش كيقولوا؟ تصدموا ملي شافوا هاد الورم ولا فيا، اش غيديروا؟ الدريه كنلقاها مخزونه وتبكي، الدريه الاخرى صافي انهارت، الدري ما بقاش عنده العقل كاع، ما عارف ما يدير. هادشي اللي كاين ولدي هو هذا. كنطلب منكم تعاونوا. وليداتك بحال هكا كيبكيو، كيزيدوا مرضوني، كنزيد مرض على مرض. هادشي اللي كاين ولدي هو هذا. واخا مشيتي للمستشفى قالوا لك عندك حبوبه في الراس؟ قالوا لي قالوا لي ورم، ولكن الحمد لله ورم حميد ماشي ورم خبيث. قال لك الا ما حيدتيش فهادي شهرين، درك عاطيني الرانديفو شهرين، الا ما حيدتوش غتعمل لي العين الاخرى ومهدب الشلال. درك هي مهدب العين، غتمشي لي العين الاخرى، العين مشات لي اليسرى ما بقيتش كنشوف بها كاع، وخا يديروا لي العمليه ما بقاتش. قال لك ما بقاتش غترجع عليك. صافي صافي صافي، فقدت الامان. مبلغ خيالي، منين غنجيبو؟ منين؟ واخا نخدم اش بقى لي، شحال بقى لي في عمري؟ ما عمرني غنجمعو، ما يمكنش نجمع انايا هذا المبلغ كامل. ولا راه ميد ساعدونا فيه، لا امو ما مساعديني حتى فشي حاجه والو. عرفتي المعنى ديال الصحه شنو كتسوى؟ الصحة ولدي راه شي ما تاكل ما تشرب تكون عندك صحيحتك. الصحة هي كلشي، الصحة راها كنز، الصحة كنز ولدي. يعني كما كيقولوا الشباب اللي كيضيع راسو براسو ما عارفش. الله يهديهم، الله يجعل سيدي ربي يهديهم ويشافي كل مريض وكل مريضة. هادشي اللي غنقول ولدي. دابا رسالتك انت يا الناس المحسنين، المحسنين الله يكثر خيرهم، المحسنين اش غنقول لك؟ الله يكثر خيرهم والله يكثر من امثالهم. حنا شفنا عير في الزنزال ديال
تبارك الله وصل عندي. الله يجزيهم بالخير، الله يكثر خيرهم. الطلب ديالي هي بغيت شي محسن لمحسن يتكلف لي بالعملية، وتنهي نعيش لوليداتي والبنياتي نفرح بهم. هذا الشيء اللي كنتمنى من المحسنين، الله يجزيهم بالخير. يعني تعذبتي على بنياتي؟ تعذبت ولدي، تعذبت وما تخيلش، تعذبت ما فيه الكفايه، وسيره مازال كنتعذب. قولي واحد النهار نقدر نمشي ونخليهم راس. عمرك ريحتي في الليل فكرتي فيها؟ ما نكذبش عليك، فكرت فيها وما سخيتش ببناتي، ما سخيتش بيها. يعني كتقولي كل نهار كتفكري واش غتعيشي غدا؟ اش غنقول لك؟ ملي كتمرض صافي صافي كتفقد الحياة صافي، وملي بحال هاد المبلغ هذا منين بغيت تجيبو؟ منين انت يا الله مضارب عير مع الماكلة ديالتك وعير مع واش العين هادي مبقيتيش كتشوف بها؟ مبقيتش كنشوف بها اليسرى نهائيا، ومهدة حتى العين الأخرى تا هي مهدة ليا. اللي حاولت هو هذا اللي قلت لي، انا كنت امراه كنخدم على راسي، نخدم على وليداتي، فاش ما والاني نخدم كانت البريصه عندي، كنخدم في المصبانه. واش شي سبب شك في ولدها اللي كتمرض؟ شك في واحد السبب. شك في الشمس ضربتني بالناظر. هو اللي شك فيها، كنت شحال وانا كنعاني من هنايا بناظري. تهاونت صافي، تهاونت عليها ديما مريضه، ولكن اللي عندها الدراري اش غدير منها؟ راجل منها مراكي غدا دير؟ شو تقولي للناس اللي كيتجرحوا جرحه صغيره وكيتهاونوا؟ كنقول لهم ما تهاونوش على راسكم، حيت واخا تعطيو لولادكم ردوا البال لصحتكم باش تبقاو ليهم. حتى انايا ما ديتهاش في راسي، ديتها عا في الوليدات. يعني لو كنت ديتيها في راسك كنتي ما توصلش؟ ما غنوصلش لهاد الحاله، لو كنت كندوزو هذا ما نوصلش لهاد الشيء هذا، ولكن الحمد لله بغاها لي الله الحمد لله. والله يعني وما بقيت من تجيبها قسم اليوم شنو غادي؟ نحمد الله ونشكره، كل شيء من عند الله وكل شيء تاع الله. لا قسم لينا الله، مرحبا بها ولدي، حنا درنا توكلنا على الله والكمال على سيدي ربي، وكنطلب المحسنين ما يخيبونيش، كنطلب الله والمحسنين ما يخيبونيش. امس يد المحسن. بزاف. شحال النمر ديالك؟ النمر ديالي يا سيدي 06 67 94 74 18. الله يجازيهم بالخير والله يكثر خيرهم، وما يتخلوش علينا، ما يتخلوش على كل منهم هو محتاج. يعني راه ما كتوقفي عند شي حد اللي حتى راه ربي مطالع بيك. الله يجازيكم بالخير والله يكثر خيركم، وكنتمناكم توقفوا معايا وتحنوا فيا واتقوا فيا وجه الله باش ندير هاد العمليه. الله يجزيكم بالخير، الله يرحم بها الوالدين. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.